دكتور محمد حسن خليل، عضو السكرتارية المركزية للحزب الاشتراكي المصري. احنا النهاردة عاملين في مقر الحزب احتفال بفلاحين سراندو اللي صدر عفو رئاسي عن 4 منهم اللي كانوا محبوسين على ذمة قضية الارض. وهننتهز المناسبة دي عشان نثير مختلف مشاكل الفلاحين ومناقشة حواليها وطرح للحلول. بالنسبة للفلاحين سراندو، قضيتهم كانت مشهورة خلال السنين اللي فاتت نتيجة لأن أحد الملاك القدامى كان عايز يستولى على الأرض اللي الفلاحين بيزرعوها، وبعضهم هم اللي استصلحوها وزور وثائق ورفع قضايا، رغم أن الفلاحين اللي منهم كان من تبع الإصلاح الزراعي، الإصلاح الزراعي رفض يديهم المستندات اللي تثبت ملكية الأرض رغم سردهم لكامل الأقساط، فأصبح موقفهم ضعيف في القضية. اللي حصل ان هو كمان المالك اللي من كبار الملاك اللي في المنطقة هناك جاب بلطجية ونزل عشان يستولى على الأرض بقوة، فالفلاحين اتصدوا له بالقوة. فنتيجة لعلاقات المالك ده بالشرطة، فعملوا تجريدة على القرية وقبضوا على عدد من الفلاحين، وعدد كبير من الفلاحين هربوا. اتعملت قضية واتحكم عليهم بالسجن في أول درجة، ثم بعض الفلاحين رفعوا استئناف وبعضهم التاني 4 هربوا. اللي رفعوا قضية اتحكم في القضية ببراءتهم جميعا، لكن اللي هربوا ما تمتعوش بحكم البراءة، فلما اتقبض عليهم بعد كده نفذوا عليهم الحكم لحد ما الأستاذ أحمد السيد النجار اللي هو رئيس مجلس إدارة الأهرام كتب مقالة عنهم في آخرها مناجدة للرئيس بالعفو عنهم، فأصدر رئيس السيسي قرار بالعفو عنهم. احنا النهاردة بنحتفل بثلاثة مندوبين منهم وجايين معانا، وبالمحامية الأستاذة ماجدة فتحي رشوان اللي هي كانت المحامية في القضية ديت، وبنثير مشاكل الفلاحين من ناحية التعاون ومستلزمات الإنتاج والتسليف ومختلف الحاجات دي. المعروف ان الفلاحين في مشكلة حيازة الأرض ومحاولات السيطرة عليها كانت موجودة في أماكن كتيرة، في طوسن، في اسكندرية، في البحيرة، في أماكن كتيرة اللي هي فيها وزارة الأوقاف تبيع بدون وجه حق الأرض دي. الحاجة التانية إنها مشاكل الإلغاء دور الجمعيات التعاونية، بدل بنك التسليف التعاوني اللي كان بيسلف جمعيات تعاونية بفايدة 4% أصبح التسليف بفايدة تجارية في بنك القرية توصل ل 18%. الحاجة التانية ما بقاش جمعيات تعاونية بتعمل دور في التمويل في توريد مستلزمات الانتاج الفلاح وفي تسويق المحصول، واصبح كله بيخضع لقوانين التجارة العادية اللي الفلاح فيها بيبقى مظلوم في مواجهة التاجر الكبير المسيطر.